السلام عليكم يا حبايبي. تعالي بقى اقول لكم النهارده ازاي تحافظي على على طبقه البفتيك من بره، يعني الطبقه الخارجيه للبفتيك مظبوطه جدا في القلية، تطلع معاكي حلوه من غير اي، ولا تسيب البانيه ولا تسيب قطعه اللحمه ولا تسقط في الطاس القلية ولا اي كلام ده خالص. اول حاجه انا متبله البانيه بتاعي بملح وفلفل في ببصل، ميه بصل متصفي وملح وفلفل وبس، ومعلقتين خل او معصره بس، مش عايزه حاجه كتير. لحمه البفتيك ما بتاخدش كلام كتير، اهم حاجه قطعه اللحمه تكون عرق فليتو، عايزه نتيجه كويسه في العرق في اللحمه الفليتو، عرق لحمه البفتيك اللحمه، عرق اللحمه الفليتو. وش الفخده ممكن، بس برده مش هيبقى برده زي العرق الفليتو، عشان لحمه الفليتو ناعمه جدا وتستحمل معاكي، وفي نفس الوقت في السوا بتدوب معاكي في السوا. اهم حاجه انا بجيب البفتيك بتاعي اللي هو العرق اللحمه الفليتو، بجيبه واحطه في ميه بصل وعليه ملح وفلفل ومعلقه خل خفيفه، واسيبه اهم حاجه ساعه ساعه ونص، وما ياخدش حاجه طبعا في التسويه. اكون محضره بقى ايه، بقسماط على نشا، على مثلا كيش فيجيتار مثلا حر ولا حاجه عشان اللي بيحب الحاجات الحاره، وملح وفلفل ومعلقه كزبره ناشفه، وحط كل التوابل دي مع بعض، اعمليها على بعض، ما تعملهاش طبقات، اعملي كل ده الخليط النواشف دي كلها اعمليها على بعضها وخليها كلها هي الضغطه بس. وجيبي طب معاكي بضايه وتربيها وتحطيها على البفتيك، وتاخدي من بعد ما تكوني مصفياه من الميه بتاعته، صفيه حطي عليه حسب الكميه، انا حاطه بطين على الكيلو، بتحطي على البفتيك البيض المضروب على البفتيك، وتاخدي وتحطي في الخليط بتاع اللي هو الدي والبقسماط والنشا والكيس الفشار الحار والتتبيله بتاعته. اهم حاجه الضغطه، اضغطي جامد وهي طالعه واحده بس، ما ترجعلوش تاني، ما تعمليش طبقات، هي طبقه واحده بس، وتحطيها على طبق ستيل كبير او طبق تقديم كبير، وتسيبيه قبل القليه اقل حاجه ربع ساعه يرتاح جدا، ما تعمليش. بعد كده كوني مشغله النار والزيت بتاعك سخن جدا، اول ما الزيت يسخن وتحسي انه سخن جدا تنزلي حته البفتيك بالراحه وتسيبيها، ما تفكريش اللي بقى لما تدي درجه اللون بتاعها وهي تاخد درجه اللون فوق وتحت لوحدها من غير ما تبهدلي، لو قلبتيها قبل ما تاخد درجه اللون بتاعها هتسيب الكفر بتاعها ويقع منك في الطاسه، يبقى انت كده ما عملتيش حاجه. من ساعه ما تاخد درجه اللون بتاعها هتبتدي في الاخر خالص هتلاقيها باين عليها في ايديك، تلاقيها جامده، تقومي لفها لفه خفيفه خلاص تاخد درجه اللون وطلعي، حطي على مناديل المطبخ بتاعتك، حطي على صفايه المصفى بتاعت بتاع الميكروويف، تصفي اللي انت عايزاه وخلاص، هتلاقيها قطعه بفتيك معاكي طريه من جوه ومقرمشه من بره وطعمها خرافه. اهم حاجه من ظبط الشغل تظبيطه، عايزه شغل حلو ظبطي حاجتك وتمشي حاجه بتقدير، هتطلع منك زي الفل. هشوفه معايا تتبيلك ثابته، لحمه ثابته، اللي جبتها ثابته من بره، الكفر ثابت، قليه مظبوطه، طلع طعمها جميل وما خدتش وقت مني. يا رب تعجبكم وشوفوا رايكم فيها ايه.